السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تانية؟ إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض منهج جغرافيا. طبعا الدرس الثالث عندي وآخر درس في الوحدة الأولى بيتكلم عن المناخ والنبات الطبيعي في الوطن العربي. طبعا أول حاجة لازم نمهد لدرسنا، بنقول إن إحنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى أعطى الوطن العربي مناخ متنوع، وذلك لتنوع الأقاليم المناخية اللي موجودة في الوطن العربي فلو بصينا في البلدان العربية هنلاقي إن درجة الحرارة وكمية المطر بتختلف من بلد إلى آخر. بيرجع تنوع المناخ إن ربنا سبحانه وتعالى ساعد على تنوع النبات الطبيعي والمناخ في الوطن العربي، وكذلك تنوع المحاصيل الزراعية أدى ذلك إلى تكامل الدول العربية فيما بينها. تعالى دلوقتي كده، زي ما احنا اتفقنا أو زي ما درس قديم خد نفس أولى إعدادي في الترم الثاني، اتكلمنا في العوامل المؤثرة في مناخ العالم. طبعا النهاردة هنتكلم بشيء مصغر شوية عن العوامل التي تؤثر في مناخ الوطن العربي. طيب لو بصينا عندنا هنلاقي ان العوامل التي تؤثر في مناخ الوطن العربي متعددة. فهناخد اول حاجة الموقع بالنسبة لدوائر العرض. اتفقنا في سنة اولى ان كلما اقتربنا من دائرة الاستواء ترتفع درجة الحرارة، لان اشعة الشمس بتكون عمودية، وكلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء تقل درجة الحرارة تدريجيا حتى إلى أن نصل إلى القطبين، فبنلاقي هناك الحياة أو الحرارة متجمدة. فبنقول إن إحنا المناطق القريبة من الدائرة الاستوائية تكون أشد حرارة، وتقل درجة الحرارة كلما بعدنا عن دائرة الاستواء شمالا وجنوبا. يعني أنا عندي علشان الوطن العربي بيمر بدائرة الاستواء، لان احنا اتفقنا في اول درس ان من اتنين جنوبا، اذا بيمر بالوطن العربي دائرة الايه؟ الاستواء. يعني الدول الواقعة في جنوب الوطن العربي بتكون اشد حرارة من الدول الواقعة في شمال الوطن العربي، وذلك لقربها من دائرة الايه؟ الاستواء. عندي لتاني عامل من العوامل التي تؤثر في مناخ الوطن العربي القرب او البعد عن المسطحات المائية. اتفقنا برضو السنة اللي فاتت ان المسطحات المائية بتؤثر في درجة الحرارة. فحضرتك لو في الصيف ودرجة الحرارة او الحرارة مرتفعة او شديدة، بنقول ان احنا لازم نروح نصيف. هنروح نصيف فين؟ بنروح نصيف جنب البحر. ليه؟ لان المسطحات المائية بتعمل على تلطيف درجة حرارة المناطق الايه؟ القريبة منها. فبنقول ان المناخ المناطق القريبة من المسطحات المائية بيكون معتدل، بيتميز بالاعتدال. ليه؟ لان المسطحات المائية بتعمل على تلطيف درجة الحرارة. فبنقول هنا تؤثر المسطحات المائية في مناخ المناطق المحيطة بها، لذلك بنجد الاجزاء الساحلية المطلة على البحار تتميز بالمناخ المعتدل. اما المناطق الداخلية البعيدة عن تأثير البحر، وده تعريف جاي كده في وسط الدرس، بيتكلم عن المناطق القارية، أي المناطق الداخلية البعيدة عن تأثير البحر. يعني لو أنا اتكلمت عن مصر اللي أنا عايش فيها، هقول إن منطقة القاهرة دي منطقة قارية. ليه؟ لأنها بعيدة عن تأثير المسطحات الإيه؟ المائية، على عكس منطقة زي الإسكندرية. فالمنطقة دي مطلة على محيط أو مطلة على مسطح مائي اللي هو البحر المتوسط، اذا بتتميز باعتدال درجة الايه؟ الحرارة. يبقى انا عندي هنا بنقول كده تتميز بالمناخ المعتدل اللي هي الاجزاء الساحلية، اما المناطق الداخلية البعيدة عن تأثير البحر والتي تعرف بالمناطق القارية فتتصف بارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف وانخفاضها في فصل الايه؟ الشتاء، وتتمثل في المناطق اللي ايه؟ المناطق الصحراوية اللي هي بتشغل معظم مساحة الوطن العربي اللي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل كمان شوية. يبقى انا عندي اول عامل بيؤثر في المناخ في الوطن العربي قلنا هو القرب او البعد عن دائرة الاستواء او الدوائر العرض الرئيسية. تاني حاجة القرب او البعد عن المسطحات المائية.
عضينا كده لرقم ثلاثة من العوامل التي تؤثر في مناخ الوطن العربي هي التضاريس. اللي اتكلمنا عنه من شوية اللي هو القرب والبعد عن دائرة الاستواء أو اتكلمنا عن المسطحات المائية بتأثر من ناحية واحدة في المناخ. أما التضاريس بتأثر عندي في ناحيتين. فبتأثر أول حاجة عندي في الارتفاع. الارتفاع زي ما اتفقنا إن كلما ارتفعنا 150 متر عن سطح البحر تقل درجة الحرارة درجة مئوية، ودي حضرتك عارفها من سنة أولى إعدادي. لذلك بنجد في وطننا العربي قمما جبلية مرتفعة. وهنا كان سؤال ما النتائج المترتبة على ارتفاع جبال لبنان؟ قال لك هنا أدى ذلك إلى تغطيتها بالثلوج. يبقى أنا عندي هنا كلما ارتفعنا 150 متر دي قاعدة أساسية بتقل درجة الحرارة درجة إيه؟ مئوية. طب الجبال المرتفعة جدا قال لي الجبال دي بنلاقي على القمم بتاعتها إيه؟ ثلوج. إذا هنا نجد في وطننا العربي قمم جبلية مرتفعة تغطيها الثلوج زي جبال إيه؟ لبنان، لأن درجة الحرارة تنخفض درجة مئوية كلما ارتفعنا 150 متر عن سطح الايه؟ البحر. يبقى أنا عندي خدنا ثلاث عوامل مؤثرة في مناخ الوطن العربي. أول حاجة القرب والبعد عن دائرة الاستواء، قلنا المناطق الواقعة عند دائرة الاستواء تكون أشد حرارة عن المناطق البعيدة عن دائرة الاستواء. تاني حاجة قلنا القرب أو البعد عن المسطحات المائية، لأن المسطحات المائية بتعمل على تلطيف درجة الحرارة، ولذلك بنجد أن المناطق القريبة من المسطحات المائية تكون معتدلة الحرارة طوال العام، على عكس المناطق الداخلية البعيدة عن تأثير البحر بتكون شديدة الحرارة في فصل الصيف وشديدة البرودة في فصل الشتاء، وقلنا بتتمثل في المناطق الصحراوية. جينا الرقم ثلاثة التضاريس، وقلنا أن التضاريس بتأثر عندي من حيث الارتفاع، بنجد قمم جبلية تغطيها الثلوج. ليه؟ قال لي لأنه كلما ارتفعنا 150 متر عن سطح البحر تقل درجة الحرارة درجة إيه؟ مئوية. نوصل حاجة في التضاريس وهي اتجاه الكتل الجبلية. أي جبل عندي، تعالى نتخيل كده وزي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامي، ليه سفحين، سفوح مواجهة للبحر. تعالى ناخد كده قاعدة كده زي جبال مثلا البحر الأحمر أو جبال الشام أو جبال أطلس. الجبال دي عندي موجودة قدام البحار، يبقى أنا عندي في جهة اللي هي اسمها السفوح اللي هي اسمها الجوانب المواجهة للبحر، وعندي الناحية التانية سفوح داخلية اللي هي مواجهة للصحراء أو مواجهة لمنطقة قارية داخلية. قال لي السفوح المواجهة للبحر دي بتيجي عليها رياح محملة ببخار الماء. الرياح المحملة ببخار الماء دي تصطدم بالمرتفعات. برافو عليك، أنا سامعك بتقول بتسقط أمطار، أيوة تضاريسية. إذا هنا المنطقة المواجهة للبحر نزلت كل المية أو بخار المية اللي موجود في السحب. إذا الناحية التانية اللي هي اسمها السفوح الداخلية تكون أقل مطرا من السفوح المواجهة للإيه؟ للمسطحات المائية. طب بسمي المنطقة اللي بتكون داخلية دي ايه؟ قال اسمها منطقة ظل المطر. يبقى انا عندي هنا اتجاه الكتل الجبلية بيأثر في الحرارة ولا بيأثر في الامطار؟ اذا هو بيأثر في الايه؟ في الامطار. طب بيأثر في الامطار من ناحية ايه؟ قال لي من ناحية كمية المطر. لذلك نجد جوانب الجبال المواجهة للرياح الممطرة اخضر مطرا من السفوح الداخلية زي ما احنا شايفين جبال ايه؟ اطلس. يبقى انا عرفت العوامل المؤثره، واخر العوامل دي قلنا التضاريس بتاثر من ناحيتين، اول حاجه الارتفاع وتاني حاجه اتجاه الكتل الايه؟ الجبليه. ده بيأثر في توزيع كميه الايه؟ المطر. لذلك نجد جوانب الجبال المواجهه للرياح الممطره اخضر مطرا من السفوح الداخليه زي ما موجود في جبال ايه؟ اطلس، وزي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدامي. اهم حاجه اكون عارف يعني ايه منطقه ظل الايه؟ المطر، اللي هي اسمها السفوح الداخليه التي تكون اقل مطرا من السفوح الايه؟ او من السفوح المواجهه للبحر.
يبقى انا عندي هنا لو جالي السؤال صح وغلط، السفوح الداخليه للجبال تكون اخضر مطرا من السفوح المواجهه للبحار؟ قال لي طبعا ده ايه خطا، والصح بتاعه هي السفوح المواجهه للبحر تكون اخضر مطرا من السفوح الداخليه اللي هي منطقه ظل الايه المطر. نيجي اخر حاجه عندي النهارده في الجزء بتاعي، بنتكلم عن الاقاليم المناخيه والنباتيه في الوطن العربي. طبعا احنا حبينا نقسم الدرس المرتين، والمره الجايه ان شاء الله نتكلم عن الاقاليم المناخيه والنباتيه بالتفصيل، بس تعالى نستفيد من الخريطه اللي موجوده قدامنا دي ونقسم عليها الاقاليم المناخيه اللي موجوده في الوطن العربي. تعالى نبص كده في جنوب الوطن العربي، يعني جنوب دوله زي موريتانيا او جنوب الصومال جنوب السودان او اجزاء من الصومال وجنوب غرب اليمن، هنلاقي ان المنطقة دي متلونة باللون الموف. طب اللون الموف ده عندي بيدل في الخريطة تحت على اقليم مناخي اسمه الاقليم المداري. الاقليم المداري، يبقى ده اول اقاليم المناخية ان شاء الله اللي احنا ندرسها المرة الجاية، هنعرف ايه الخصائص بتاعته المناخية وايه الخصائص النباتية بتاعته. ان احنا النهاردة بنعرف ايه الاماكن تواجد بس للاقاليم المناخية دي. نيجي اللون الاصفر، هلاقيه بيشغل معظم مساحه الوطن العربي. بسم الله ما شاء الله 80% من مساحه الوطن العربي اقليم اسمه الاقليم الصحراوي. يبقى انا عندي هنا في الجنوب اقليم مداري، في الوسط قلنا بيشغل معظم مساحه الوطن العربي الاقليم الصحراوي، في الشمال او الاطراف الشماليه للوطن العربي زي دول شمال افريقيا اللي هي من اول المغرب لحد مصر، الساحل الشمالي ده كله بنسميه اقليم بحر متوسط، بالاضافه طبعا لشمال لبلاد الشام وشمال العراق. يبقى انا عندي هنا الوطن العربي بنقسمه لعده اقاليم مناخيه اللي هي عددها 3، في الجنوب اقليم مداري، في الوسط اقليم صحراوي، في الشمال او الاطراف الشماليه اقليم بحر المتوسط. طبعا يا سنة تانية ان شاء الله بإذن الله هنكمل مع بعض باقي الدرس المرة الجاية. اتمنى ان يكون الدرس سهل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.